مرشح مع المصنف لانتزاع هذا الشوط. يونا يتواجد مع الناموس ومع الانتصار الشوط الرئيسي معك يا بن سند. قال وفعل، قال وفعل مع الفايز. سعود بن سلطان بن سند المسيفري تستاهل فوز الفايز بالشوط الرئيسي المفتوح، وتستاهل تسجيلها افضل توقيت اليوم. تستاهل خير يا ابو بريك. وش سلالة الفايز؟ سلالته مخلص انتاج ام الزبار، وولد بحر ولد سياف، وامه وشاح مملوكه لانتاج ام الزبار. الجزيره عمته؟ نعم الجزيره عمته، من غلى الجزيره سميناها الفايز لان ركضه وداءه ما اقول لك انه يشبهها كوبي وين، يقارب منها، وان شاء الله انه بيغدي مثلها ولا اخير منها. 5% من الجزيره انا اقول لك بيتسيد، بس نبغي 5% ان شاء الله باذن الله. ابشر بالخير يا ابو بريك. وش مشاركاته قبل السباق المحلي اليوم بما انه ثني؟ مشاركاته عنده اشتراكات في اللقايه مع انتاج ام الزبار، ارقام وجذع، شريناه جذع من المزاد الخيري، ما عنده اشتراكات مفلول، اللي رتبنا القعود وقيضناه وفحمنا القعود، من فحمناه هو يبشر بخير الله يبارك فيه. وصاحب افضل توقيت في تعليق الحكومه اللي استوى قبل الركض. اي نعم، تعليق الحكومه التعليق الاول سبق في الشوط الاول، عصاف بطانه جاب 8.6. بعد مشاركته انت اهلته للشوط الاول صنفته؟ ركضت مركاضين في الصناديق التجهيزيه وكلها سبق فيها، وبيريحيه سابق. يعني مو بجاي من الطائف قبل؟ لا لا، مقيض هنا في الشحانيه. سبقت للطائف ان شاء الله. الحمد لله، لا قدر الله عطاك السبوق، ما عاد لو تقيضها في درام. صحيح. ما ردها. صحيح التجهيز. نعم. لقدها عند راعيها ومداريها ومسنعها ومرتبها. الحمد لله. التوفيق على الله. الله يوفقك يا ابو سلطان، ناموسه وفوزه لمن تهديك؟ اهدي لمشجعين الشعار ولدي سلطان بن سعود بن سند وجميع اللي مقيضين في الشحانيه. بيض الله وجهك جعلنا مسن دايم، شكرا جزيلا. عفوا. انا اشهد ان منطر بغنى وغنيت انا اليوم ترباني رجل الوطن ما دخر غنى منا منا ان العمر فاني يوم كتبنا ولحنا في الدار عاني.